بن داود القابضة تؤجل إجراءات الطرح العام، ووزارة النفط العراقية تنفي اتفاق زيادة الصادرات، والحكومة البريطانية تمنح مجموعة جديدة من القروض لقطاع الأعمال. أهلا بكم في الأسواق العربية. في السعودية أعلنت بن داود القابضة أن المجموعة تمر بتطورات جوهرية تستلزم الإفصاح عنها إلى السوق المالية، وهو ما سيستدعي تأجيل الاكتتاب المرتقب لأسهم الشركة. وقالت بن داود أنها ستصدر نشرة اكتتاب إضافية تتضمن معلومات جديدة عن عملية بناء سجل الأوامر وحجم الطرح، وهو ما يعني تأجيل الاكتتاب الذي كان مقرراً في 27 من سبتمبر الجاري. وتعتزم مجموعة بن داود طرح حصة 20% من رأس المال، ويتراوح النطاق السعري ما بين 84 و96 ريالاً للسهم، وهو ما يقيم الشركة بنحو 11 مليار ريال. في العراق نفت وزارة النفط تقريراً أوردته وكالة الأنباء العراقية حول تصريحات لإحسان عبد الجبار وزير النفط العراقي بشأن اتفاق وشيك مع مجموعة أوبيك بلس لزيادة صادرات البلاد من النفط. وأكدت وزارة النفط العراقية التزامها باتفاق أوبيك بلس والعمل مع أعضاء منظمة أوبيك والمنتجين من خارجها على مواجهة التحديات التي تواجه الأسواق النفطية العالمية. في بريطانيا أعلن وزير الخزانة ريشي سوناك السماح للشركات بالتقدم لقروض مدعومة من الحكومة، وذلك حتى نهاية العام الحالي، بالإضافة إلى تمديد فترة سداد القروض من 6 إلى 10 سنوات، مما سيساعد على تقليص الأقساط الشهرية. هذا وأعلن سوناك دعم العاملين بدوام جزئي عبر منحهم مبلغاً شهرياً قدره نحو 700 جنيه استرليني شهرياً، ما يعادل نحو 887 دولار، بالإضافة إلى دعم أصحاب الأعمال بمبلغ قدره 1875 جنيه، ما يعادل نحو 2400 دولار، وذلك لفترة 3 أشهر. في خطوة غير متوقعة رفع البنك المركزي التركي الفائدة وبواقع 200 نقطة أساس من 8.25% إلى 10.25%، وهي المرة الأولى التي يرفع فيها الفائدة منذ العام 2018. يذكر أن الليرة التركية سجلت مستويات قياسية متدنية أمام الدولار واليورو خلال الأيام الماضية، مع العلم أن الرئيس التركي أردوغان أجبر المركزي على خفض أسعار الفائدة العام الماضي بحجة دعم الاقتصاد. أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية أن ولايته ستلغي تدريجياً بيع جميع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل بحلول عام 2035 في محاولة لمكافحة التغير المناخي. وأوضح الحاكم أن قطاع النقل مسؤول عن أكثر من نصف الانبعاثات الكربونية في ولاية كاليفورنيا، وجاء القرار بعد الحرائق الكارثية التي اجتاحت الولاية الشهر الماضي، والتي اعتبرها الخبراء نتيجة للتغير المناخي. يذكر أن عدد السيارات الكهربائية المسجلة في كاليفورنيا حالياً لا تتعدى 8% من إجمالي عدد السيارات.